في الرابع من ديسمبر تغير مستوى المحادثات في مؤتمر التغير المناخي، الاسم الرسمي لهذا اليوم High Level Segment، وذلك له معنى واحد وهو أن صناع القرار بدأوا بالوصول من حول العالم. وكما تجري العادة بدأت الجلسة الأولى بكلمات الترحيب قبل أن ينتقل مندوبو الدول فيما بعد إلى المحادثات العصيبة. No one is immune to climate change, rich or poor. والآن ما علينا غير الانتظار لمعرفة نتائج المحادثات، وإن كان سيتم أم لا الاتفاق على المرحلة الثانية من بروتوكول كيوتو.